للمزيد من المتابعه معنا زميله ساره نجيب ساره صباح الخير عليك اهلا بحضراتكم. تعد المشاركة في الانتخابات واحدة من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن في كافة دول العالم وليس في مصر فحسب، لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء. وتكمن أهمية المشاركة الانتخابية في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية والحرص على نجاح العمليه الديمقراطيه واحترام حق الافراد في اختيار من يمثلهم. تمارس الانتخابات في مصر منذ عهد بعيد ويعتبر الاستفتاء الرئاسي لعام 1965 الذي فاز فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو اول انتخابات رئاسيه في مصر. تعد الانتخابات المصريه لعام 2005 هي اول انتخابات تعدديه مباشره بعد ثوره الثالث والعشرين. من يوليو لعام 1952 وكانت تمثل تجربة جديدة على الساحة السياسية في ذلك الوقت وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 أجريت انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2012 وهي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير انتخابات الرئاسة المصرية المصرية لعام 2014 تعد ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 والتي فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بها انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 تعد رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو من عام 2013 والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تعد خامس انتخابات تعددية في تاريخ مصر وثالث انتخابات بعد ثورة الثلاثين من يونيو فقط ما يؤكد على حالة التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر وزيادة معدلات الوعي بدور المواطن. في تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد سعد زهران وعبد السند يمامه وحازم عمر. المشاركه في الانتخابات الرئاسيه واجب وطني على كل مواطن هذا وتتميز انتخابات الرئاسه لعام 2024 بمشاركه مرشحين من الاحزاب المختلفه مثل حزب الوفد وتيارات المعارضه التي يمثلها المرشح الرئاسي فريد زهره.